هذه فرصة بالنسبة للممثلين ديال الشعب المغربي، يعني بالنسبة للممثلين ديال الأمة، أنهم يوقفوا على نموذج تنموي للمناطق الجنوبية اللي طبعا كان عطى الانطلاقة ديالو صاحب الجلالة سنة 2015، وبالتالي حان الوقت من أجل التقييم الأولي لهذا النموذج. احنا طبعا في فريق الاتحاد المغربي للشغل مقاربتنا هي مقاربة تعتمد على تأهيل العنصر البشري عبر طبعا استفادة الساكنة من مناصب الشغل اللي غادي يخلقوها الأقطاب الصناعية، الأقطاب الصناعية اللي هي استثمارات، يعني اللي اعتمدت على استثمارات جد مهمة بالنسبة للمنطقة، واللي من شأنها أنها تخلق 120 ألف منصب شغل. وبالتالي نحن نتمنى أن تكون هنالك مقاربة شمولية وتشاركية، يعني كتشارك فيها الساكنة من أجل تنزيل سليم لهذا النموذج التنموي، باش تكون الثمار ديال النموذج التنموي تستفد منها الساكنة والشباب هنا اللي طبعا كيعاني من الهشاشة ومن البطالة. يكون هنالك تنزيل تشاركي وديمقراطي بما يضمن استفادة الساكنة من الثمار ديال هذا النموذج التنموي، وبما يضمن كذلك تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخيرات ديال المنطقة ومن الخدمات الاجتماعية ديالها، من أجل طبعا الحد من البطالة اللي كتعاني منها هذه المنطقة هذه، ومن أجل تأهيل العنصر البشري اللي هو كرهنوا عليه. وطبعا إنجاح تنزيل ديال هذا النموذج التنموي هو ضمان لربح رهان الجهوية المتقدمة اللي طبعا كيراهن عليها المغرب مستقبلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وما تنساوش ديروا جيم للصفحة ديالنا على الفيسبوك باش توصلوا بكل جديد.